كاف 24 تنقل لكم الحدث بالصوت والصورة. يلا عمي قلل شوية ديال صندر طابين وحال صندر باش قدام انت باش قدام صندر طابين صندر لا عندها تستاج متخابي مش مشكلة يلا نبه يلا مش كنت تخدم الصباح سيد حاول بنادم صافي صرا القديمه ديالي بحال حاله ضروري انت خدامه فاش خدامه هو المشغل ديالك هو اللي خصو يعطيك شهاده العدم صافي وهذه دابا سنيتي انت خص دابا حنا المراقبين خصنا نسنيو الكاس ماشي المشغل ديالك فهمتيني يا مدام يلا هاك لا للشركه خصها تعطيك هي الورقه شهادة العمل الشغل ديالك يعطيها لك هل يمكن ان توفروا على رخصة الخروج ام لا طبعا هذه
تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي وما تنسوش الاشتراك في قناتنا على يوتيوب وتفعيل الجرس باش يوصلكم كل جديد.